حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام حبينا ننوه لطريقة التبرع، انك تقدر تدخل عن طريق الموقع نفسه وتتبرع بالبلد اللي انت بيه والمشروع نفسه، وايضا تطلع لك التفاصيل عن قيمة التبرع وكل شيء. هذا بالنسبة طبعا للهلال الأحمر. نعم الهلال الأحمر دكتوري أحمد، بالنسبة للهلال الأحمر هو بس أبو عيسى أبو محمد عفوا حبي نوع على النقطة هذه، أن أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر بالإمكان الدخول وتحديد الجهة اللي تحب تتبرع لها، وأيضا هناك البيانات تستكملها، ومن ثم يتم التبرع لأي جهة أنت تريده. هذا عمل خير، عمل إنساني، والله يكتب لكم الأجر يا رب. آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، قيمة مطلع الأسبوع الجاري فعاليات التحدي الصحراوي للشركات والمؤسسات في دولة قطر، الذي أطلقت شركة ميرسك قطر للبترول بالتعاون مع قطر للبترول العام الثاني على التوالي بهدف جمع التبرعات لزيادة التوعية حول مرض السكري. نعم، الحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستديو الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري. حياك الله دكتور الله معنا، وحنا راح نستكمل حديثنا معك، ولكن عندنا تقرير راح نشوفه مع مشاهدينا الكرام. خلونا مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير عن هذا التحدي، موضوع هذه الحلقة. أكثر من 200 موظف من كبرى المؤسسات والشركات في الدولة شاركوا في تحدي ميرسك للبترول وقطر للبترول 2014، وذلك لدعم برنامج لنعمل ضد السكري. وعلى مدى يومين وسط مناظر طبيعية خلابة على شاطئ فويرط، تنافس 30 فريقا للتغلب على التحديات الجسدية وتطوير الاستراتيجيات من أجل تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وتجنبه. فعالية التحدي الصحراوي هي فعالية سنوية نقوم بها السنة هذه للسنة الثالثة على التوالي بالشراكة مع قطر للبترول. هي فكرتها فرق تتنافس مع بعضها البعض بمسابقات في الصحراء لمدة يومين لرفع الوعي عن مرض السكري، وأيضا لجمع مبالغ لبرنامج نعمل ضد السكري. المشاركين من جميع هيئات ومؤسسات الدولة، وفيها اختلاف طبعا من الجنسين وجميع الأعمار، وهذا طبعا من أهداف هذه الفعالية أيضا هي تعارف الناس وعملهم في فريق عمل واحد. وقد نجح تحدي ميرسك للبترول وقطر للبترول 2014 في جمع 110 آلاف دولار أمريكي لدعم برنامج لنعمل ضد السكري بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري في مؤسسة قطر. الهدف من هذا هو أهمية طبعا اللياقة البدنية، لأنه فعلا يكتسبون لياقة بدنية من خلال هذا المخيم، لأن هناك عبارة عن مسابقات في حوالي تقريبا 5 مراحل، كل مرحلة يعطى نقاط للمتسابقين. المخيم فيه جوائز، وأيضا فيه جمع تبرعات لجمع قطر السكري وخصوصا لمخيم باسل، فإن شاء الله ريع هذا المخيم سيكون لي إنفاقه في مخيم البواسل 15 لأطفال مصابين بالسكر في دولة قطر. واتسمت النشاطات كافة التي اشتمل عليها التحدي بتعزيزها لأنماط الحياة الصحية التي تسهم في الحد من الإصابة بالسكري، إذ تنافس المتسابقون على إحراق السعرات الحرارية، وذلك بممارسة أنواع مختلفة من الرياضات مثل ركوب الدراجات الهوائية في المسالك الوعرة والتجديف، فضلا عن فعاليات لتنشيط العقل وتنمية المهارات الذهنية. كانت فائدة كبيرة، كيف كان نشتغل كفريق كخمس أشخاص، كيف تمر علينا عوائق كيف نتعداها بالعقل وبكل شيء، وكحل مسائل أشياء مثل عن أمراض السكري، وفي كل مرحلة تستفيد معلومة وترزخ في بال الواحد. المشاركة جدا جميلة، فكرة جديدة، عادة المعسكرات تكون منها هدف فوز وخلاص، لكن الهدف شوية أسمى اللي هي اليوم العالمي لمرضى السكري. الكامب كله عبارة عن مراحل فيها فيزيكال ورك، فيها منتال ورك، وفيها حرق كالوريز، فتطبيقا للهاي، وحتى في بعض المراحل كان فيها أسئلة وأجوبة عن المرض بشكل عام.
في ختام التحدي كرمت الفرق الفائزة التي جمعت أكبر عدد من النقاط الصحية، فيما كان الفوز الأول من نصيب البرنامج في كونه حقق أهدافه في زيادة الوعي بداء السكري وعزز الأنماط الصحية وجمع مبالغ مالية لدعم جهود مكافحة هذا المرض. نعم مشاهدينا الكرام، شفنا معاكم هذا التقرير اللي يتكلم عن التحدي اللي قام للسنة الثالثة على التوالي، ونرجع مع الدكتور عبد الله. دكتور عبد الله مرحبا بك مرة ثانية. حياك الله اخوي احمد. هلا دكتور. بداية بنطلع مشاهدينا الكرام على تفاصيل هذا التحدي، وخاصة انه قام للسنة الثالثة على التوالي. نعم، هو كان نتاج اجتماع في اللجنة السيرية لمبادرة في النعم ضد السكري، فاقترحوا انه يكون هناك في مسابقة بين الشخص بين الشركات العامة، باعتبار انه الممول الرئيسي للمبادرة ضد السكري هي ميرسك أويل. فالتعاون بين ميرسك أويل مع قطر البترول على أساس أنه بجلب شركة متخصصة في المسابقات، شركة رود روك هذه، فعملوا هالمسابقة. طبعا الهدف من هذه المسابقة أنه يعطى معلومات عن السكري كيفية، وبالإضافة إلى أنه أيضا يكون في نوع من المتعة في الهالة، بالإضافة أنه هذه المسابقة حقيقة طبعا تبقى بخمس مراحل، لكن تبي لياقة عالية جدا، لانه مو كل واحد، لانه انا رحت زرتهم هناك كانوا بعض المساكين رايحين فيه مثل ما يقولون. انا كنت اقول لك دكتور ابو محمد انه يعني بعضهم يكون مع السكري ممكن ياثر عليها الجري، لا هو لا مو بالضروره، لانه يعني بالعكس هو عاده ان احنا دائما المصاب بالسكري ويمارس الرياضه احنا عندنا يعني اجراء معين لازم يفحص قبل السكري ويفحص بعد السكري، اذا ما كان قادر انه شاف مثلا إيه فبالتالي يتوقف. لكن معظم كانوا المشاركين في الواقع كلهم ناس ما كانوا مصابين بالسكري، ولكن كانوا في عندهم حماس لدعم الجمعيه قتل السكري، في خصوص مخيم الواسع، لان كان ريع هذا المخيم سباق التحدي الصحراوي كان لدعم الجمعية قد تصير بالنسبة لمخيم البواسير الخامسة عشر. نعم، شلون كان الإقبال أبو محمد؟ طبعاً إقبال بالعكس، العام الماضي كان تقريباً حوالي 21 تقريب شركة، 21 من فرق يمثلون حوالي معظم الشركات للبترول الموجودة عندنا في قطر، حتى من خارج قطر، يعني شركة مروان هي شركة في الدمام لكن عندنا مكتب في قطر وشاركت. نعم، فهذه السنة تقريباً حوالي 30 فرقة من أكثر من 13 شركة للبترول، يعني حفر وبترول وهذا من هذه الشركات اللي شاركت. وتقريبا حوالي 30 فرقة، وكان المراحل هي خمس مراحل، والميزة في هذه إنه شلون إنه عندهم خمس مراحل، كل مرحلة لها عدة متطلبات، وكل فريق يقدر إنه يتجاوز هذه المرحلة يعطى له ما يسمى بنقاط صحية له. طبعا كل ما جمع نقاط اكثر كل حتى قدر انه اتوقع هذه يعني تشكل حماس بين الفريق الموجود. وبعدين الشيء يعني طبعا انا قلت له انه الشركه الرودروك اللي نظمت هالمسابقه طبعا حاطه في الحسبان على اساس انه كيف نوصل رساله معينه عن السكري للمتسابقين في نعم، يكون في تشويق ايضا يعني. نعم، وبعدين هي اللي هي طبعا المسابقات في بالمراحل الخمسه يعني مشوقه مختلفه، فيها مثلا الدراجات، سباق الدراجات، فيها الركض، فيها بعض الحلول اللي تتطلب الى جهد ذهني، انك انت مثل ما يقولون حل مشاكل معينه، تركيز نعم. عالي، وهذا بالاضافه الى 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 فريق الى فريق العمل، يعني ما في اعتماد على شخص واحد معين هو اللي يحلهم او انهم، لا لازم يكون فريق عمل متكامل بحيث انهم يجمعون الافكار ويحلوا المشاكل الموجوده، بالاضافه لانه يعني لانه فعلا يعني زي ما قلت لك اخوي ابو ثامر انه الموضوع بي لياقه بدنيه عاليه، وبالتالي يعني كانوا يحرقون من السعرات الحراريه بشكل كبير، ولذلك كانت يعني ايضا كانت المواد الغذائيه كانت تعوضهم الوجبات اللي كانت تعطى لهم وجبهم على الجهد اللي كانوا بادلين خلال يومين. انا اعتقد بوجهه نظري ان المبادره هذه اللي بدات كمبادره اعتقد ان من اللي يميزها عن غيرها ان هي ما كانت مجرد مثلا محاضره والله انا اعرف ايش شلون تغي من هذا المرض او شلون ممكن تعالج او تعيش مع هذا المرض، لا كانت تعتمد على اشياء بدنيه مثل ما نشوف اغلبيه الاشياء كانت بدنيه، ايضا دمجت بعض الاسئله والمسابقات اللي تنشط العقل. لكن خلينا نتكلم عن العام الماضي، وصلت عدد التبرعات اللي انجمعت من تحدي الصحراء بقيمه 100,000 دولار. ماذا عن تحدي هذا العام؟ هذه السنه تقريبا كان المبلغ اللي تم جمعه حوالي 110. جميل.
اي نعم. ف يعني طبعا العام الماضي كان في زكريت اذا تخبر احمد، صحيح كان في زكريت، نعم. مرتين اقيم في زكريت، نعم. هاي السنه اقيم في فويرت، وهذا طبعا كان الجو كان فعلا ساعد يعني. انا خابر العام الماضي كان كان مطر وهذا وجاهم شويه، لكن هاي السنه كان الجو ممتاز. انا كنت عندهم يوم السبت، يوم اليوم يوم الاحد، فكان الجو ممتاز، والطبيعه في فويرت حقيقه طبيعه يعني، صحيح. صحيح. جميله جدا يعني. نعم. بالنسبة، نعم. للتبرعات هذه احنا ذكرنا 100,000 دولار، 110، 110، نعم. طيب التبرعات هذه وين راح تكون؟ اي بتروح نحن طبعا، او وش الانشطه اللي راح تساهم فيها؟ اي هذه هي نحن عاده الاتفاق اللي تم مع فنعم ضد السكري انه تصرف هذا المبلغ لمخيم البواسل. طبعا مخيم البواسل تعرف اخوي ابو ثامر هو شو اسمه يعني، الان صار الخامس عشر، الان النسخه الخامس عشر، كان بدأنا ك ك ك شو اسمه محلي، وبعدين انتشر الى اقليمي، الان صار دولي. فيتم استضافه حوالي اكثر من 70 طفل مصاب بالسكري لدوله قطر، وطبعا بالتعاون مع حقيقه مع اسباير، اعطونا المبنى للاكاديميه اسباير، مشكورين على اساس نستضيف فيه الاطفال، نعم. فطبعا خلال اسبوع كامل الاطفال يعني فعلا يعني يستفيدون استفادة كبيرة جدا من هذا المخيم، يعني معلومات مثلا، معلومات، اكتساب المهارات، المهارات. تعرف الطفل المصاب بالسكري شلون تتعامل مع السكري ايضا، بالضبط. لان تعرف الطفل المصاب بالسكري اول ما يصاب في نوع من الاكتئاب يعني خايف، تحرمه من الاشياء اللي يحبها، اشياء نعم، خايف. وبعض المعلومات الخاطئة اللي حتى الـ 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 يعني الوالدين عندهم او الاسرة عندهم يعني اول تصير عندهم مثل ما يقول صدمة شوك، انه ولدنا مصاب بالسكري، ويقعدون يحاتون شلون يتعاملون، ايوه نعم. ممكن يسبب تعب. فعن طريق الجمعيه القطريه حقيقه بمصر قطر تبدا بالالتقاء بالاسره، ثم بعدين بالطفل، وهذا بعدين الطفل يجتمع مع الطفل المصاب بالسكري. طبعا احنا نحاول انه خلال المخيم نبعد الاسره، يعني ما يخلي الولد لازم يعتمد على نفسه. وطبعا خلال الاسبوع احنا نعلم بعض المهارات، كيفيه حقن الانسولين، كيفيه قياس السكري في الدم، كيف اختيار الاكل الصحي، كيف ممارسه الرياضه حتى عندنا في اسباير. اعتقد لم تقام المره الاولى هذه، قيمه من قبل كانت اعتقد في الهواء الطلق، انا حضرت مره صورناها كانت في الهواء الطلق اعتقد، بعد الاطفال مصابين بمرضى السكري. اي هو عاده البرامج اللي يحط يعني عندنا في الجمعيه اللي مخيمس يكون في بعض النشاط خارج 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 البواسل، خارج اسباير. فانا خبر كان دائما يروحون مثلا شقب هناك عند ازاره الخيول، كانوا يروحون كتاره هناك وياخذون. احنا كنا نحرص على اساس ان تكون ما يكون ممل، يعني الطفل لما تجيبه قاعد اسبوع ولا قاعد تقريبا حوالي 5 ايام في مخيم صعب، فلازم يكون في برامج ترفيهيه لهذا حتى لا. حتى ما يحس بالملل من المخيم. دور الجمعيه القطريه للسكري في التحدي الصحراوي ايش كان دوركم؟ والله دورنا حولنا شاركنا فريق نفس صحيح ما جاء الاول، لكن شاركنا فيه لانه والله يا اخوي احمد ابو ثامر يعني انا يعني يبي له اعداد. انا لما اسال الجماعه اللي كانوا اللي فازوا الاول قلت لهم انتم ايش؟ قالوا احنا قاعدين من شهر ندرب، يدربون على البطوله هذه، اي يدربون على اللياقه. كانوا يروحون هناك ويسبحون والسياق قاعدين بالدراجات وهذا الكايك هذا القوارب الصغيره هذه، يعني كان تقريبا شهر قاعد يدربون، فمو يعني يحتاج الى لياقه. فطبعا احنا فريقنا ما كان بذاك اللياقه يعني، لكن استفاد ما في شك، لكن هي صعبه يجاوبون على الاسئله. لكن مو بس حتى فريق المسرح على الصحه، لانه يعني هو اتصور انه العاملين في شركات البترول خاصه شباب ما شاء الله يعني فعلا يعني شغيله بعد بترول، بترول وشغلهم في الفيلم اي، فكانت يعني عندهم لياقه ما شاء الله جيده يعني. دكتور يغطي عن فريقه لا والله يدافع الله يعطيكم العافية. الحقيقة يمكن هذا الموضوع مهم جدا، وبدأت احنا كنا في اليوم العالمي لمرض السكري ايضا من ايام، وبالإضافة الى التحدي الصحراوي هذا. نبي كلمة أخيرة لمرض السكر دكتور عبد الله. والله ابو ثامر يا اخي، مرض السكري انا ما اسمي مرض حقيقة، حال دائما نقول انها حالة مزمنة، لكن الان حاليا في ازدياد، ودائما نقول انه للانسان يتجنب السكري لابد من ممارسه الرياضه، لابد. ودائما نقول لابد نص ساعه مشي في اليوم يكفي، يعني هذه دراسه اثبتت انه نص ساعه تمشي يوميا تكفيك عن السكري، يعني تجنبك السكري بالاضافه للاكل الصحي. الاكل
هذه الوجبات السريعه وغيرها والدسمه وهذا نعم. حاول نحن نقلل منها ونكثر من خضروات. يا اخي خضروات يا اخي جيده ممتازه يعني صحيح. الفواكه يعني طيبه وهذا يعني بالامكان يعني والحمد لله قطر فواكه العالم موجوده يعني ما لا ينقطع لا شتاء ولا صيفا صحيح اي والله بالتالي نعم موجوده نعم موجوده فاتمنى يعني الناس يحرصون على الرياضه ويحرصون على الاكل الصحي يعني ننصح الرياضه حتى للشخص السليم فما بالك الشخص طبعاً اللي طبعاً. عنده مثل هذا مرض العصر الحساس الحين بالضبط نعم حتى الناس اللي عنده مراثه بالاصابه السكري على الاقل انه يحاول انه ياجل يراعي. المضاعفات احنا مشكلتنا مشكله المضاعفات هي يعني لو حتى مثلا اقول والله ابوي مصاب والوالده مصابه احتمال انا اخذ من الوراثه لكن انا اقدر اني يعني ظهور هذه المضاعفات ظهور السكري بعد 50 60 سنه يعني عمري يكون 60 70 يعني. اخرها نعم وبالتالي هو هذا المطلوب يعني مو اقول انه مثلا وراثه خلاص راح خلاص انا بيجيني خلينا اكل واشرب والله العظيم وهذا خطا يعني لازم يعني يكون المفهوم عند الناس يعني انه لا يعني حتى لو كان في وراثه او شيء حاول انك انت تتجنب الاصابين لفترات يعني متاخره نعم لازم انه ياخذ لها نعم يعني الاحتياط ونتوقع ان هذه رساله وجهها الدكتور ايضا لمشاهدينا الكرام والله يعافينا ويعافيكم يا رب باذن الله ان شاء الله هذه الامراض ولكن اللي عنده مرض السكري لابد انه ياخذ احتياطه لابد انه يتعامل معه ايضا بطريقه سلسه على اساس انه ما يزيد معه وايضا ممارسه الرياضه مثل ما ذكر الدكتور عبد الله الحمق نعم. ضروريه جدا دكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري بيض الله وجهك بارك الله يعطيك العافية وشكرا على حضورك معنا في برنامج رحيب سعداء بتواجدك دكتور الله يعطيك العافية الله يبارك فيك الله يسلمك نعم مشاهدة الكرام وفي نفس السياق نظمت مؤسسة حمد الطبية خلال الشهر الجاري سلسلة من الأنشطة والفعاليات بمستشفى حمد لزيادة الوعي بين أوساط المجتمع بعوامل خطر الإصابة بمرض السكري وأعراضه مضاعفات وطرق الوقاية منه وذلك في إطار احتفالات المؤسسة باليوم العالمي لمرض السكري. نعم الفعاليات شملت إجراء فحص مجاني لمستوى سكر الدم للجمهور بالإضافة إلى فحوصات أخرى مختلفة كما شددت الأنشطة على ضرورة الكشف المنتظم للسكر وحماية الأقدام من مسببات الجروح بارتداء الأحذية الطبية واتباع أسلوب حياة صحي متكامل. نعم مشاهدينا الكرام الحملات التي أطلقتها مؤسسة حمد الطبية والتي شملت أيضا المدارس والمؤسسات العامة هدفت إلى زيادة الوعي بالطريقة المثلى للتعامل مع المرض بالإضافة إلى تمكين أفراد المجتمع من التحكم الإيجابي في حماية وسلامة صحتهم. نعم فاصل أخير ونرجع لكم مشاهدينا خلوكم معنا.